يوم جديد وأكيد حلقة جديدة، نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليوم المباشر، برنامج سيدتي، ورح أقدم هذه الحلقة مع زميلتي لبنى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ريم، مساك الله بالخير، ونرحب كمان ونمسي على السادة المشاهدين والمشاهدات، وحلقة جديدة من برنامج سيدتي تشوفوها مباشرة على روتانا خليجية، واللي ما يسعف الوقت يقدر يتابع الحلقة كاملة على حساباتنا على التواصل الاجتماعي. شو عندنا اليوم ريم؟ عندنا حلقة دسمة مليئة بالأخبار المميزة والمواضيع الممتعة جدا، خلينا نشوف أبرزها. في اليوم العالمي للطفل، كيف نمتع أطفالنا بالسعادة؟ كيف نحصل على بشرة نضرة خالية من حب الشباب؟ بطل البلياردو خالد الغامدي في ضيافة سيدتي. ما الفرق بين العطاء والإسراف؟ في أول أخبارنا اليوم، أعلنت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة، وذلك لعدم وجود دعوى نشوز، وهذا ينفي تماماً ما تم تداوله في مواقع التواصل عن الخدمات التي يمكن تقديمها عبر تطبيق ناجز. أنا ما فهمت كويس، يعني الآن هو الفكرة أنه أنا كزوج لازم يثبت من خلال ناجز ان نشوز الزوجه، اذا يبغى يرفع عليها قضيه، يعني انه كان في معلومات خاطئه تداولها الناس، انه هناك قضيه تسمى نشوز يتهيألي، واعتقد انها لا توجد هذه القضيه بهذا المسمى، بل ممكن اثباتها خلال حاجة ثانية، ولا يمكن يعني اثباتها من خلال ناجز، يعني مش عن طريق التطبيق تدخل وتحط اشياء. بالضبط. جميل جميل. طيب خليني اخذكم في خبر اخر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تنظيم مؤتمر هام بعنوان تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح الحثيلين يوم الثلاثاء بإذن الله. يسعدنا أن نتحدث أكثر حول هذا المؤتمر، ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا عبر الهاتف دكتورة نوير الشمري، رئيسة اللجنة الإعلامية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان. دكتورة نوير أهلا وسهلا. أهلا بكم، حياكم الله، سعيدة بمشاركة معكم والحديث عن المؤتمر. بداية دكتورة نوير، لو تبدأي لنا كذا، إيش هي أهداف هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر له أهداف عديدة، يمكن أبرز ثلاثة أهداف ممكن نتكلم عنها، اللي هو إبراز الإصلاحات التشريعية التي نشهدها اليوم كسعوديات في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ودورها في تمكين المرأة. كذلك المؤتمر يعمل على التعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم المرأة، لدعم تمكين المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين، وتسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات الأخيرة التي حققتها المرأة السعودية. نعم، طيب دكتور نوير، ما هي أهم الموضوعات التي ستغطيها هذه الجلسات العلمية للمؤتمر؟ نعم، عندنا تقريبا سبعة موضوعات أو محاور رئيسية للمؤتمر، أهمها الإصلاحات التشريعية في عهد القيادة الحكيمة، بالإضافة إلى الحديث عن الهوية الوطنية للمرأة السعودية، ويتناول كذلك المؤتمر تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب، وهنا نتكلم بشكل كبير عن الجهود التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب لتهيئة المرأة للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى محور دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة وتمكين المرأة في الجامعات السعودية ودورها أيضا في التنمية الاقتصادية. والمؤتمر أيضا كما ذكرنا سابقا يستعرض تجارب ناجحة في مجال التمكين بإذن الله. طيب دكتورة نوير، كمان لو تحكي لنا عن، هل هناك فعاليات أخرى مصاحبة لهذا المؤتمر؟ طبعا الجامعة بإذن الله سوف تعمل على أن تروي قصة تمكين المرأة السعودية خلال السبع سنوات الماضية من عهد خادم الحرمين الشريفين العهد الزاهر، والمؤتمر كما أكد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العامري هو مؤتمر وطن، لذلك سيرافق المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والترجمة باللغة الإنجليزية، وأكبر معرض بإذن الله سيكون لعرض إنجازات المرأة السعودية
ومبادرات الدولة ومختلف القطاعات لتمكين المرأة. نعم، يعني أيام قليلة تفصلنا عن هذا المؤتمر بإذن الله. إلى الآن كيف وجدتم الإقبال على المشاركة خلال الأيام الماضية، وكم عدد الجهات والباحثين المشاركين؟ طبعا لله الحمد والمنة، منذ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تنظيم الجامعة للمؤتمر وبرعاية كريمة من حرم خادم الحرمين، شهدنا في اللجان العلمية والتنظيمية إقبالا شديدا على المشاركة. تقريبا عندنا 110 متحدث ومشارك في الجلسات العلمية والحوارية، وأكثر من 60 جهة سوف تستعرض دورها في تمكين المرأة أو حتى تجربتهم ومبادراتهم. وعندنا تقريبا اشتغلت 49 بحث علمي مرحلة التحكيم والاقتناع. دكتورة نوير يعطيك ألف عافية وشكرا على مشاركتك معنا هذا الخبر. مشاهدينا، انتشر في فترة أخبار عن تحذير قانونيين من سلوكيات يقع فيها مشرفو مجموعات الواتساب وقد تعرضهم للمساءلة القانونية، أبرزها حذف أحد أعضاء المجموعة دون سبب أو مبررات مقنعة، وهذا الفعل كما انتشر قد يعرض مسؤول الجروب إلى السجن والغرامة. وفي خبر قانوني آخر، أكد محامي سعودي أنه لا عقوبة على إزالة عضو من جروب واتساب، ونفى هذه الأخبار المتداولة لعدم وجود نص نظامي بهذا الشأن. أنا أشعر يا لبنى أننا في زمان لازم كل إنسان يكون عنده محامي خاص به. مسألة أنه يكون عندي محامي أو ما يكون عندي محامي مو زي قبل 10 سنين مسألة اختيارية ومو مهم، وأصلا إحنا عارفين وإحنا فاهمين كل حاجة في هذه الحياة. اليوم ثغرات بسيطة وأشياء بسيطة ممكن تخلي الواحد يقع في محاسبة قانونية أو ممكن ينتهك قانون وهو ما يدري. وعلى موضوع الواتساب، الله أعلم، ممكن بطريقة أو بأخرى يقول لك لا أنت أسأت لي نفسيا لما شلتني من الجروب، وممكن إذا أثبت أنه هو بالفعل مساء لي نفسيا وهو يعاني نفسيا بسبب أنه الحذف من الجروب، ممكن صح ممكن فيها سجن وممكن فيها عقوبة يا لبنى. لحظة لنقف لحظة صمت. صمت، أحتاج أفهم. بسوي جروب بحطكم كلكم فيه وبصير أنا مديرة الجروب. نعم. وبطلعك بعدين إذا أسأت لي نفسيا وأنا تعبت نفسيا طبعا من حقي. يلا وندخل أنا وأنت في محاكم وندور على نصوص. يعني أنا ما أعتقد أنه أنا أدعو الجميع للبعد عن المهاترات. شوفي هذه المهاترات، هذه مهاترة بايخة. يعني إيش والله، وأقعد أنا أتخيل، وإحنا للأسف سامحوني للأسف نقع دائما ضحية عدم وعي الجمهور، عدم وعي المتلقي أو عطش المتلقي أنه يأخذ الخبر ويروي نفسه بأي أخبار كانت، إيش مصدرها، إيش مصداقيتها، إيش عقلانيتها. يعني من جد لا، في أشياء لا يستوعبها عقل لكن قد تكون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وممكن يعرضك للمساءلة. لا، ما هو أنت عارفة لو مثلا مقننينها، يعني عشان أصدقها، لو جو قال لك مثلا جروب واتساب خاص رسمي موثق لمهنة والله أنت الكلام الممطمط هذا يعني أنت تخلي الناس، والله أنا هروح والله لا أقاضيك والله لا مش عارف إيش، على إيش؟ على أنت أرسلت رسالة وقلت لك لو سمحت لا تدخل في الجروب وتسوي إزعاج. لا لبنى، الآن صارت الناس تنتظر الزلة أو أي حاجة بسيطة حتى لو حركة غير مقصودة وتقول لك خلاص أنا حاقديك، وعندهم عندهم الوقت وعندهم المزاج وراحة البال اللي تخليهم يطلعوا الصباح محاكم وياخذوا مواعيد ويسووا هذا، في تفرغ تام للموضوع. يا حظ اللي عنده وقت قسما بالله يطقطق على الناس مرة، يعني أنا أحسده. خلينا أخذك إلى هذا الخبر. في صباح اليوم كان في سبيس في تويتر للإعلامي عزيز الزامل، واستضاف فيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، وكان فيه تصريحات وحوار جميل جدا مع المشاركين واللي يسألوا طبعا من فئة الشباب. من أهم التصريحات اللي أعلن عنها معالي المستشار هو وجود عدة فعاليات في موسم الرياض، طبعا الدخول فيها بيكون مجانا ولكن مهم جدا
السبق الحجز المسبق عشان الازدحام وهذه المسائل. وحلوة يعني خلينا نقول فعاليات جدا حلوة وعائلية ورائعة، وهذا عشان يخلي الناس الكل يستطيع أن يذهب ويتفاعل في موسم الرياض وينبسط. وأيضا ردا على ارتفاع أسعار البوليفارد، أكد معالي المستشار أن البوليفارد للجميع، يستطيع الذهاب إليه الجميع، من يرغب بالمطاعم الفخمة موجود، وحتى اللي يبغى يشتري شاورما ترى موجود. فهذا شيء مرة حلو أنه جميع أفراد العائلة يستطيعوا الذهاب ويستمتعوا، خصوصا أنه بعد القرار الأخير أنه تحت 12 سنة يدخلوا مجانا. وأيضا كان هناك في تساؤل عن السوق السوداء، وأكد معالي المستشار أنه في البداية كان مرتبط التذاكر بتطبيق توكلنا، ولكن وجدوا أنه هناك صعوبة، الناس بيجدوا صعوبة لشراء التذاكر وبياخذوا وقت مرة أطول، فتسهيلا عليهم أنه صار فقط مطلوب إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول عشان ما يكون في هناك ازدحام أو كل الناس تستطيع أن تروح. أما يعني بخصوص السوق السوداء فهي طبعا موجودة في كل العالم وما يقدر الواحد يحاربها بشكل نهائي. شوف أنا أرجع أقول لك دائما ابعدوا عن يعني اللي قالوا إنه البوليفارد أسعاره غالية وإنه والتك، لا تكون ضحية قيل وقال. وبالضبط هذا اللي أشار له معالي المستشار، الإشاعات، وقد إيش كان متضايق من موضوع الإشاعات، وعلق على الفيديو المتداول اللي كان فيه إشاعة تقول إنه هو أهدى واحد من الفنانين سيارة بسعر الفلاني، فكان زعلان جدا من هذا الموضوع، يقول يا جماعة إياكم والإشاعات ولا تتداولوها لأنه هذا الشيء مرة غلط. أنا عجبني كمان أيضا يا لبنى إنه في دعم كبير للشباب في البوليفارد وفي وينترلاند وفي كل الفعاليات الحلوة، قال الفرصة متاحة للجميع، وذكر مثال جدا رائع عن شباب رأس مالهم يمكن 60,000 وفتحوا محل العطور، حتى يمكن ما أخذ منهم مقابل لفتح المكان دعما للشباب. فالفرصة متاحة للجميع، والحلو في الموضوع أنه حتى بعد انتهاء البوليفارد أو الفعاليات أو موسم الرياض خلينا نقول، هناك بعض الوظائف راح تستمر للأبد، وهذا شيء مرة حلو ومحفز للشباب. قالها والله أبو ناصر في يوم الأيام، اللي ما هيقدر يمسك خطه صح في موسم الرياض هذا لن يجد فرصة. الفرص كانت مفتوحة للشباب، للرواد الأعمال، للاستمتاع على الأقل. يعني إذا أنت فوت على نفسك الاستمتاع بموسم الرياض هذه السنة، فأنت فوت على نفسك يعني متعة يمكن أنت الخسران فيها. بالضبط. وأرجع وأكد على كلام ريم كمان، أقول لا تكونوا فريسة الإشاعات والقيل والقال وترصد الخبر من مصدره. خلوني أخذكم كمان على خبرنا الآخر. دائما ما نسمع المقولة الشهيرة ما أعز من الولد إلا ولد الولد، ولكن هذه المقولة وجدت أخيرا ما يثبت صحتها علميا. أكدوا باحثين من أمريكا إنهم تواصلوا في دراسة أجروها عشان يثبتوا علميا هذه المقولة مع أشخاص محظوظين عاشوا مع جداتهم. وأكدت الدراسة بعد تجربتها على 50 جدة إن لديهم غريزة قوية لحماية أحفادهم ومقومات بيولوجية تجعلهم علقوا بهذا الشكل. هذا خبر جدا رائع، وهذا يثبت طبعا اللي احنا شايفينه وعايشينه مع الجدات والكيف بيتعاملوا مع احفادهم. حتى الاشياء اللي كانت قوانين علينا وكانوا صارمين علينا الان مع الاحفاد بيختلف الوضع. وهذا يذكرني بدراسه ثانيه اجريت في بريطانيا على دار الرعايه لكبار السن وعلى الاطفال اللي بيقيموا في الملاجئ، فجمعوا بينهم وحطوهم مع بعض، وجدوا أن كبار السن اللي يعاني من الاكتئاب، اللي يعاني من العزلة، اللي يعاني من الأمراض المزمنة، قد إيش وجدوا راحتهم النفسية وبدأوا يحبوا الحياة لما اندمجوا مع الأطفال هذول، وبدأوا يحسوا بقيمة للحياة وأن هناك في اهتمام، أحد بيهتم فيهم، هم بيهتموا بهذول الأطفال. وهذا شيء حلو بالفعل، في حوار دائما تلاقي مع الجد ولا الجدة والحفيد، في علاقة جدا لطيفة وقوية وعميقة. فهذا الخبر صراحة جدا حلو. انا من واقع تجربه، يعني انا شفتها بعيوني. يعني اول يعني ماما الله يحفظها طول بعمرها، اوجه لها تحيه جدا واقول لها وحشتيني، صار لي شهر ما شفتها. ماما يعني تجلس بالبيت لما يكونوا عيال اخواتي مش موجودين،
نفسيتها تعبانة، الحياة سهلت، بس خليهم يجوا. سبحان الله، الأحفاد بيعطوا للجد طاقة، بيعطوا له حماس، بيعطوا له، بينسوا تعبه، بينسوا سنه، بينسوا أمراضه، بينسوا، بيخليهم يرجع تلقينهم كلهم بيركضوا قدامك أنت جالسة تتفرجي، وبيعيشوا الحياة وبيعطوا متعة جدا جميلة في البيت. صراحة موضوع جدا حلو. خلينا نروح لهذا الخبر التالي. يبدو أنه مشكلة العطل اللي صار في مواقع التواصل قبل فترة رجعت في عدة دول مرة ثانية، حيث أبلغ مستخدمو فيسبوك وإنستغرام عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، وبرزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين. رح نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. نرحب معنا عبر سكايب بضيفنا فهد النعيم، خبير تقني. هلا وسهلا بك يا فهد. أهلا والله، مسهلا. هلا وسهلا بك، تفضل. أنا هلا وسهلا بك. يعني موضوع الأعطال اللي بدأت تتكرر من فترة إلى أخرى، والآن صرنا نسمع إنها موجودة في بعض الدول، إيش حكايتها؟ لأنه بيتم فيها تسريب لأرقام سرية وبيانات، وفي حكاية، في لعبة بتحصل، فأشرح لنا أكثر. استعدلها ريم مستعدل ابنها، هذا أغلب الكلام اللي يقال إشاعة. الكلام هذا له دليل معين، والشركة إذا أنكرت الشيء هذا فما نقدر نقول شيء، لكن الإشاعة الكل يقدر يتكلم. أنا أقدر أتكلم وأقول والله تسربت بيانات مثلاً تطبيق الواتساب وغيره. نعم. لكن أنا بعلمكم حاجة معينة، مو كل عطل معناها تسريب. ممكن يكون خلل في السيرفر، ممكن يكون خلل برمجي، ممكن يكون أنا قاعد أعمل تحديث للسيرفرات تبعي، فطبيعي بتكون في مشاكل، وهذا أمر وارد. مو معناها أن كل عطل يكون في تسريب، مو معناها أن إذا تعطل تطبيقي معناها أن تسربت بيانات المستخدمين. لا، الميديا يكثر فيه القيل والقال. طيب فهد، أنا ودي أسألك الآن، مع كل هذه الربكة اللي تصير في مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق حصل له عطل أحياء، أو في تطبيقات أخرى أصلاً تحس أنها دائماً مترددة في عملية التحديثات، مع كل تحديث يجي في التطبيق يحصل فيه مشاكل، كيف أأمن حسابي؟ كيف أظلني مطمئن أن أنا حسابي ما قاعد يتأثر أو يتعرض إلى ريسك مع كل هذه التغييرات؟ تمام، أنا عندي كلمة دائماً أقولها في وسائل التواصل، لا وجود للأمان مع الإنترنت. انت دائما اذا دخلتي الانترنت فتوقع اي حاجه، توقعي تسرب بياناتك في اي لحظه، صوره، الاسماء المستخدم، كلمه المرور كلها وارده انها تتسرب، لان انت مستخدم الانترنت، فعلى قولتهم نتحمل. لكن احنا نعمل بالاسباب ونسدد ونقارب. اول حاجه، لا تشاركين اي بيانات مع اي شخص سواء قريب او بعيد، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، لازم تكون كلمه المرور تبعك مو اقل من 20 رمز. رمز يعني يتكون من حروف سواء لغة عربية أو إنجليزية، ويتكون من أرقام، ويتكون من رموز مثل الدات والداش والآت وغيره. رقم ثلاثة، لا تستخدمون واي فاي المجمعات والفنادق، الواي فاي العام اللي موجود اللي يستخدمه جميع المستخدمين، هذا أنا أحذر منه، لأن بإمكان أي شخص معك في الواي فاي إذا كان خبير الهاكر، خبير في الاختراق، بإمكانه أن يخترق جوالك ويأخذ بياناتك ويأخذ الاي بي تبعك ويعرف انت ايش دخلتي وايش سويتي وايش عملتي. طيب، بعد من الاشياء اللي لازم نلتفت لها والمهمة جدا وهذا اهم شيء، ميزة التحقق بخطوتين. نعم. يعني ايش بسهلها؟ انت عندك كلمة مرور وعندك اسم مستخدم. ميزة التحقق بخطوتين هذه طبقة ثالثة أمنية. هذه بحيث أنه لو سربت بياناتك اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يقدر السارق أو الهاكر يدخل مثلاً تويتر تبعك إلا بميزة التحقق الثالثة اللي أنت سويتيها اللي هي معك ثانوية، تتكون من أرقام وحروف تقريباً كلمات وعشر حروف. هذه الميزة أنا بالنسبة لي هي المنقذة في المشاكل اللي يعني نواجهها. الجيميل فعلتها، الهوت ميل فعلتها، سناب شات موجوده فيها، تويتر موجوده فيها، انستغرام موجود فيها، لكن جهل المستخدمين الميزه هذه اللي تخلي حسابك يتعرض للحكم. نعم. لا يوجد امان مع الانترنت، هذه الكلمه ما راح انساها، هذه الجمله مهمه جدا اللي ذكرتها صراحه. طيب، يعني الان يعني كل ما اقول لك شيء حتقول لي اشاعات. الان بيقولوا انه لما بيحصل خلل
في هذه التطبيقات وهذه المواقع بلاش إنكم تسووا تسجيل خروج أو دخول وقت حدوث المشكلة، ما صحت هذه المعلومة؟ طيب تمام، أنا بعلمك بس خليكم معي. تمام، الآن عندنا الخلل أنواع. تمام، ممكن الخلل يكون عندي سيغفر في سيغفرات الدخول، يعني أنا ما يقدر المستخدم يدخل معي تسجيل دخول، فإذا سوى تسجيل خروج ما راح يدخل ما راح يعمل تسجيل دخول، مثل ما حدث في خدمة الأبل بي لو تذكرون مع تسريبات الواتساب وعطل الواتساب وغيره، قالوا بعض الناس التقنيين سحبوا بطايقكم من الأبل بي، فجميع اللي سحب بطايقه من الأبل بي هل قدر يدخل؟ لا. فميزة الأبل بي أنا فعال عندي، لكن أنت يا مثلا يا أستاذ لبنى ميزة الأبل بي مو فعال عندك لأنك سويتي خروج لبطاقتك. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني والأهم، أنا عندي حاجة في البرمجة اسمها توكن. إيش معناها؟ توكن معناها هذا الحساب فهد بن عبد العزيز. تمام؟ أنا لما يصير عندي خلل في تطبيق معين سناب شات أو غيره، قد يكون أو بعمل تحديث، مو بشرط خلل، بعمل تحديث، أنا بسوي طريقتين، بسوي شيئين مهمين. الشيء الأول إني بمنع أي تسجيل جديد على أساس إنه ما يتضارب التحديث القديم مع التحديث الجديد اللي راح نازله، أو الإصلاح للخلل اللي أنا فيه. أنا قاعد أصلح، فما بي أحد يسجل جديد أو أحد يسجل دخول ويتضارب معي البيانات القديمة والتحديث اللي أنا قاعد أسويه. طيب، فأنا لما أسجل تسجيل خروج وأنا كشركة قاعد أعمل تحديث، شو اللي بيصير الآن؟ اللي بيصير أنا بحفظ حسابك اللي سجلت فيه خروج. ليه؟ لأن أنت عندك التوكن ممكن يتضارب مع التحديث الجديد في السناب شات. مو بشرط تسريب بيانات زي ما يقولون، لا، هو كل ما في الموضوع اني انا بسوي تحديث جديد، فقاعد انا اشوف التوكن اللي معي، التوكن هذا وش هو؟ هو رمز لفهد بن عبد العزيز، انا لما يتكون من ارقام وحروف ورموز وارقام وغيرها، هذا فهد بن عبد العزيز. انا الان بجمع جميع بيانات المستخدمين، بعمل ترقيه لهم او نقل من سيارة لسيارة او تحديث جديد او اصل خلل. انت مثلا يا لبنى ولا جيتي يا ريم عملت تسجيل خروج، فانا على طول اوريدي امنيا حضرتك. ليه حضرتك؟ مو لان تسربت بياناتك، لان انت سويتي تسجيل خروج اثناء تحديثي لتطبيقي، هذا هو السبب. ولا ما فيها اي تسريب ولا غيره، وهذا الكلام غير صحيح نهائيا. طيب يعني ما اسوي تسجيل خروج وقت ما احدث البيانات او احدث التطبيق صح؟ كان الخلل في سيرفرات الدخول، الخلل في سيرفرات بيانات المستخدمين. اما اذا خلل برمجي مو بالخلل يتعلق بالتوكن تبع اسماء المستخدمين، فامرك طيبه، سجل خروج. لكن احتياطا لما يصير عندك مشكله لا تسجل خروج، لان انت ما تعرفين ايش المشكله نوعها. هل نوعها تسريب بيانات المستخدمين؟ هل نوعها توكن؟ هل نوعها خلل برمجي؟ خلل سيرفرات؟ فانت احتياطا لا تسجلين. نعم أستاذ فهد النعيم، يعني معلومات عميقة جداً وفيها تفاصيل كثير، شكراً لوجودك معنا اليوم. لبنى، مو بس نحتاج يكون معنا في حياتنا محامي، بل أيضاً خبير تقني عشان نقدر نشيك على تطبيقاتنا وحساباتنا. مشاهدينا، فقرات مميزة تنتظركم بعد الفاصل. بعد الفاصل، كيف نحصل على بشرة نظرة خالية من حب الشباب؟ البشرة ونظارتها حلم يراود كل الفتيات والشباب أيضا. في فقرتنا الأسبوعية مع عيادات كوزمولاين سنتعرف على طرق الحصول على بشرة نظرة وخالية من مشاكل البشرة، ويسعدنا أن تنضم لنا للحديث الأستاذة شاهرة عبد الله، أخصائية تجميل البشرة. أهلا وسهلا شاهرة. أهلا وسهلا فيك. ليه هالموضوع على قد صعب؟ إنه بشرتي وكيف إنها تكون بشرة، كيف ممكن أحافظ عليها؟ ليش الموضوع صعب؟ لأن كلنا نطمح ان يعني تكون بشرتنا نظرة، ان بشرتنا زي بشرة البيبي، ان بشرتنا خالية من حب الشباب. كيف انه ممكن نحافظ على هذه البشرة؟ اول حاجة لازم نعرفها ان لازم نحافظ على سلامة البشرة من الداخل ومن الخارج. كيف بنحافظ عليها من الداخل؟ ضروري نشرب كمية كافية من الماء حسب احتياج الجسم، لان الماء يحافظ على
نظارة البشرة وعلى نعومتها وعلى حيويتها، أن نحد من تعرضنا لأشعة الشمس، لأن أشعة الشمس تضر البشرة وممكن تسبب لنا تصبغات. في حال بنتعرض لأشعة الشمس ضروري نستخدم واقي شمسي يحافظ على بشرتنا من أشعة الشمس. أيضا أخذ قسط كافي من النوم، لأن قلة النوم زي ما نعرف يعني أنها تبين على البشرة، تقلل من حيويتها وتسبب لها شحوب وتبين البشرة أنها ذبلانة. الإرهاق يبين على البشرة. والشيء اللي ما نختلف عليه أكلنا الطبيعي، أكلنا الصحي عفوا، المشروبات الطبيعية، أكلنا وشربنا يؤثر على نظارة أكيد. بشرتنا، ترطيبها، الاهتمام فيها يعني بشكل عام. يعني مو بالساهل صراحة إنه الواحد يبغى بشرة نضرة وجميلة، لازم يبدأ من الداخل، يبدأ بصحته، يشرب موية كويس، يستخدم منتجات صحيح. كويسة للبشرة عشان تحمي هذه البشرة خصوصا من الشمس والترطيب زي ما قلت يا أستاذة. كمان نبغى نتكلم عن أنواع البشرة، يا ريت تكلمين عن أنواع وكيف نعرف نوعية بشرتنا إيش. من الضروري جدا أن كل شخص يتعرف على نوع بشرته، على طبيعتها. ليش؟ عشان يعرف كيف يعتني فيها. طيب البشرة عندنا أربع أنواع طبعاً. عندنا البشرة الجافة، ورينا الصورة. أيوة في الآن تعرض. نعم. طبعاً. عندنا البشرة الجافة. طبعاً البشرة الجافة تحتوي على قشور. هذه الصورة اللي موجودة الآن صح؟ أي. زي ما هو واضح معنا تحتوي على قشور، تكون باهتة دائماً، صعبة جداً، صعب التعامل معها. ليش؟ لأنها تحتاج إلى عناية مكثفة. تحتاج إلى ترطيب مستمر، تحتاج إلى إحنا نشرب موية بالكم الطبيعي، هي تحتاج أكثر لأن نسبة الدهون فيها تكون قليلة جدا. وفي الشتاء يتعبوا أكثر يتهيألي. في الشتاء يتعبون أكثر. إيه. فتكون متعبة شوي لأن لو زاد الجفاف، لو أهملناها ممكن تسبب لنا الإكزيما، يعني ندخل في أمراض جلدية. فالعناية فيها متعبة شوي. طيب وأنواع البشرة الأخرى إيش عندنا كمان؟ عندنا البشرة العادية، طبعاً هذه أفضل أنواع البشرة. محظوظ من يمتلك البشرة العادية. محظوظ. التعامل معها جداً سهل، نقدر نكتفي بالعناية المنزلية، ونقدر كمان أنه كعناية مثلاً أن نزور عيادة، نسوي مثلاً جلسة تنظيف بشرة من فترة لفترة كعناية يعني. ممتاز. تكتفي بغسول مناسب فيها، مرطب مناسب. أتوقع أصعبهم الدهنية يمكن. أكيد. يعني أنا من أصحاب البشرة الدهنية وأعاني جدا جدا جدا، وخاصة مثلا لما دائما يقول لازم البشرة الدهنية لازم تحافظ على روتين التنظيف، أنها تنظف بشكل دائم. طيب هل هذا ممكن يحولها إلى جافة إذا كانت دهنية؟ زي ما أتوقع إن معروضة هذه بشرة دهنية أو هذه العادية. هذه العادية مرة حلوة. بشرة المحظوظين يعني. حلمنا كلنا. طيب بالنسبة للبشرة الدهنية متعبة جدا جدا. سألتيني إذا ممكن الاهتمام فيها يحولها إلى جافة أو ممكن لو بالغنا، لو بأفرطنا في الاهتمام. إيه لو أفرطنا في الاهتمام ممكن، بس بشكل عام البشرة الدهنية هي أكثر بشرة معرضة لظهور حب الشباب. زي هذه دهنية. إيه هذه دهنية. هل حب الشباب هو مؤشر على أنها دهنية، ولا في ممكن بشرات دهنية ما عليها ظهور؟ في بشرات دهنية ما يظهر عليها حب الشباب. أنا إيه؟ بشرتي دهنية. ممكن تظهر معانا اللمعة في البشرة. صح. صح. أو في عليها دلائل أخرى يعني غير حب الشباب، بس إنها تكون أكثر عرضة لظهور حب الشباب، أكثر عرضة لظهور التصبغات، الندبات. كيف ممكن إن نعتني فيها؟ غسول مناسب لنوع البشرة. طبعا أفضل إن كل شخص ضروري يتوجه لشخص مختص يستشيره إنه إيش الغسول المناسب لي أو إيش نوع بشرتي لو ما قدر يحدد. هل الصيدلي يكفي في هذا الدور؟ لأن كثير تروح على الصيدلية وأسأله دكتور أنا بشرتي دهنية انصحني، هل هذا السلوك صحيح ولا لازم مختص في عيادة أفضل؟ أكيد الصيدلي ممكن يفيدنا، بس أفضل لأنه ممكن يعني الصيدلي ممكن يعطيها غسول وخلاص، بس لو جت مثلا عند مختص أنا بعطيها جدول عناية يناسب بشرتها. صحيح. ما بكتفي بالغسول، ممكن أعطيها أشياء ثانية تستخدمها. صح. غير الغسول. تستخدم مرطب خاص فيها، ضروري أنها تراجع بشكل دوري مع طبيب جلدية، ضروري أنها تسوي مثلا جلسات تنظيف بشرة حسب احتياج البشرة. البشرات الدهنية غالبا من شهرين إلى 3 شهور تحتاج جلسة أن ننظف الدهون باستمرار. هل الدهون ترجع أو ما ترجع؟ لا ترجع. ترجع. ترجع لأن هذه طبيعة البشرة، فيها فرز في فرط عفوا في إفراز الغدد الدهنية. فترجع طبيعي أنها ترجع، بس يحتاج أن إحنا
نهتم طب فيها. طب البشرة اللي هي المنطقة اللي هي التي زون اللي هي زي ما احنا شايفين في الصورة الآن ان تكون الزيوت طالعة في منطقة التي برضو هي هنا اعتقد ان هي خليط ما بين بشرة جافة وبشرة هذه البشرة المختلطة. المختلطة يكون عندنا التي زون دهني وباقي البشرة اما يكون عادي واما يكون جاف. طيب كيف ممكن ان نعتني في هذه البشرة؟ راح نعاملها معاملة البشرة الدهنية تماما حتى لو كانت الجزء الاخر جاف. حتى لو كان الجزء الاخر جاف نعملها معامله البشره الدهنيه. ليش؟ لانها برضو تفرز دهون معرضه لظهور حب الشباب. يعني مو لانها فيها جزء جاف او جزء عادي ان نعاملها على انها بشره مختلطه، لا، بنتعامل معها على انها بشره دهنيه. بنستخدم لها الغسول، افضل ان نستخدم لها الغسول نفس الغسول اللي نستخدم البشره الدهنيه عشان يخفف شوي من لمعانها أو يمنع ظهور حب الشباب. طيب تكلمنا عن أنواع البشرة وأكيد لازم نهتم بتنظيف بشرتنا مهما كان نوع البشرة. فكلمينا عن آخر التقنيات في تنظيف البشرة. طبعا إحنا في عيادة كوزمولاين مهتمين جدا جدا ومتقدمين في طرق علاج البشرة أو حتى طرق العناية فيها، سواء كان في أجهزة أو أدوية أو ما إلى ذلك. يعني عندنا فيديو لجلسة تنظيف بشرة عميق إذا ممكن، اللي هي حنشوف الفيديو مع بعض أكيد. لكن إيش هي تنظيف البشرة العميق؟ قصدك الهيدروفيشل؟ لا، الهيدروفيشل بنتكلم عنه. نعم. هذا اللي قاعد يصير الآن هذا؟ هذا التنظيف العميق. هذا التنظيف العميق عندنا الجهاز هذا اللي هو الألتراسونيك يعمل بواسطة الذبذبات. بالنسبة لي أفضل على أي أدوات ثانية لأن الجلسة يعني شوي فيها شوية ألم وكذا، شوي متعبة يعني. بس النتيجة أنا أيوة أنا قاعدة أشوف وقاعدة أحس، لأني أنا جربته أنا قاعدة أحس باللي قاعد ينعرض. أيوة هي شوية مؤلمة، والأغلب يعني يتخوف من جلسة تنظيف البشرة. ليش؟ إنه إنها جدا مؤلمة، إنها متعبة، خاصة منطقة الأنف. منطقة الأنف جدا متعبة. فالجهاز هذا يعني يطلع لنا زي ما أنتم شايفين يعني مجموعة رؤوس سوداء كذا. طيب حلو هذا الجهاز. انا دائما اشوفه صراحه واتساءل ايش فين اقدر الاقيه. انتم موجود عندكم طبعا في كوزمولاين، وهذا هو جهاز جدا رائع يخدم اي بشره، اكثر جميع انواع البشره، مناسب لجميع انواع البشره. اي نوع بشره نقدر نستخدمه لها. طبعا بالنسبه لجهاز الهيدروفيشل، جهاز الهيدروفيشل افضل انه يكون اضافه بعد جلسه التنظيف العميق. ممتاز. الجهاز يعطينا نظاره واشراقه، يعني يضيف لنا اضافه جدا جميله بعد جلسه هو الان اللي قاعدين نشوفه بالفيديو. اي هذا الجهاز ممتاز. طبعا الجهاز يحتوي على محاليل، تمام، زي ما انتم شايفين يعمل بالشفط. يحتوي على محاليل تحتوي على احماض فواكه، على ملتي فيتامينز، خلاصه الشاي. هذه المحاليل تقريبا فيها مقشرات، طبعا مقشرات سطحيه. لما مثلا اجي اشرح الحاله انه في مقشر او شيء تتردد او تخاف انه لا انه مقشر انا ما ابغى تقشير، هو عباره عن تقشير سطحي، يعني يشيل لنا الطبقه السطحيه يعني من البشره، وتقشير غير ملحوظ. صح. ف يعني افضل اني اضيفه بعد جلسه تنظيف البشره، بيضيف لنا اضافه جدا حلوه يعني صراحة. من أفضل كمان من جد الأجهزة اللي تدي نظارة الهيدروفيشل. يمكن كثير مننا كل شهرين أو شهر ونص بنروح نسوي هذه الجلسة، لأنه بالفعل الواحد بيحس بالفرق، بشرة نظرة ونظيفة، حتى ملمس البشرة عندنا يتغير، يصير ناعم كذا، يصير مرة كذا رطب وطري وجميل. طب أنا هسألك على سؤال آخر أو على مشكلة أخرى، الشعر الوبري في البشرة، وما أدراك ما مشاكل الشعر الوبري. في ناس تحب تتخلص منه، في ناس تحب تقولك لا ما أروح أشيله مثلا فينمو شكل أكبر. كيف ممكن لو تحدثين أكثر عن هالمشكلة وكيف تحدياتها وكيف ممكن نعالجها؟ طب بالنسبة للشعر الوبري الأغلب كيف يتعامل معه؟ الأغلب يستخدم الشفرة. تمام. الشفرة 50% من الناس يحسنون استخدامها وتناسبهم، تكون مناسبة لبشراتهم. 50% يسيء استخدامها، فهنا بيعرض البشرة لمشاكل ثانية. كيف يعني يسيء استخدامها؟ شو الإساءة؟ يسيء استخدامها مثلا طريقة الإزالة، أو مثلا إن تكون مثلا تزيل الشعر بقوة، أو ممكن إنها تسبب تهيج أو تحسس للبشرة. فأفضل أن نلجأ لحل آخر اللي هو جهاز كيو سويتش إن دياج ليزر. الجهاز جدا آمن على البشرة. هذا اللي احنا قاعدين نشوفه؟ اي هذا الجهاز. هذا مخصوص للشعر الوبري.
إيه هذا للشعر البابري. طبعاً درجة حرارة الجهاز آمنة جداً على البشرة، آمنة على طبيعة الشعرة، تستهدف فقط اللون الأسود من الشعرة، يعني الشعرة تبقى مكانها لكن إن نسحب منها صبغة اللون الأسود، يعني ما تأثر على طبيعة الشعرة إنه مثلاً تكثر، أو مثلاً بعضهم زي ما يتوقع إنه أنا بشرتي حساسة إنه ما أقدر أسوي ليزر. ليزر آمن على جميع أنواع البشرة، آمن حتى على الحامل. إحنا نبغى نتكلم في ده الموضوع بشكل مفصل أكثر، هل هذه الأجهزة آمنة على السيدة الحامل؟ جداً آمنة. جداً آمنة لأنها أجهزة أساساً سطحية، يعني ما تضر الحامل بأي شكل من الأشكال. بالنسبة للمحاليل الهيدروفيشل كلها سيف، يعني نقدر نستخدمها لأي نوع بشرة، سواء كانت حامل، سواء كانت بشرة حساسة، بشرة يناسب جميع أنواع البشرة. طيب ممكن نضيف إضافة للشعر الوبري بما أنك سألتي. أحب أني دائماً بعد ما نسوي للحالة مثلاً تنظيف، جلسة تنظيف بشرة، بعدها بنتعامل مع الشعر الوبري، أن نرتب شكل الحاجب، يضيف شكل جمالي كذا، مظهر جمالي للحاجب، خصوصاً للناس اللي حواجبهم جداً كثيفة، مو ضروري أن نغير شكلها، إن بس يعني نرتبها كذا، نخليها أيوة. نضيف لها بس مظهر جمالي فقط يعني. طيب شعر الآن يعني من 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 وجودك في العيادة والناس اللي تجي، إيش أكثر النصائح اللي ممكن تقدميها الآن بشكل عام إنه لازم نأخذها في عين الاعتبار عشان أظلني أمتلك بشرة، على الأقل أكون أنا وياها متصالحين نفسيا مع بعض؟ العناية المنزلية ضرورية جدا جدا جدا، يعني ما نقدر نستغني عن الغسول. ايش الخطوات؟ يعني هل ابدا مثلا، خاصه فكره العنايه النهاريه والعنايه الليليه، لو هقول لك اعطيني جدول او خطوات اتبعها بشكل يومي عشان اظلني محافظه على الاقل على بشره نظيره. بالنسبه للغسول مرتين في اليوم، مره لما نصحى ومره قبل ما ننام، ضروري جدا خصوصا قبل ما ننام، لان تكون بشرتنا تعرضت للغبار الهواء، ضروري جدا مرتين في اليوم. افضل استخدام تونيك بعد الغسول، إنه معقم مطهر للبشرة، مرطب مناسب لنوع بشرتي، مقشر ممكن يكون مقشر سطحي زي ما قلنا، يعني مو ما يعطينا تقشير قوي، ممكن نستخدمه مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع حسب احتياج الحالة يعني. يعني موضوع العناية بالبشرة جدا مهم، لأنه هو الأساس خلينا نقول في عدم ظهور الحبوب اللي كثير شباب يشتكوا منها. هذه العناية اللي ذكرتيها لبنى، هل هي مناسبة للجنسين، للبنات وللشباب؟ لأن صراحة يمكن كثير شباب يحسبوا أنه ترى أشياء مرة كثير لازم أسويها، لكن في النهاية هي حتعود بالفائدة لك. هو فعلا ألاحظ أنه الرجال يعني مو زي البنات في العناية، يبغوا شيء واحد خلاص يستخدموه، ما يبغى شيء روتيني، او يبغى شيء مثلا ابغى شيء الان خلاص يحل مشكلتي وخلاص اروح. مناسبه للجنسين ضروريه، مو مناسبه ضروريه، سواء كنت بنت او ولد ضروريه. نفس الجدول، نفس جدول العناية بس يختلف حسب طبيعه البشره. بالفعل شاهر عبد الله شكرا لوجودك معنا، وشكرا على النصائح هذه جدا مفيده، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل في اليوم العالمي للطفل، كيف نمتع أطفالنا بالسعادة؟ مشاهدينا ضيفتنا اليوم موهوبة وهي في عمر العاشرة، شغوفة بالرسم منذ الصغر، وهذا اللي جعل موهبتها تتميز عن الكثير اللي في عمرها. تمتلك اليوم عضوية موهوب لدى الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جست فيت، وأكيد إحنا سعيدين أنها تكون معنا اليوم في اليوم العالمي للطفل. معنا ضيفة الطفلة الجميلة الجوهرة البقمي. هلا وسهلا بك الجوهرة. أهلا بك، منورتنا. نورك. مبسوطين جدا انك معانا اليوم، ما شاء الله ايش هذه الموهبه الحلوه. لكن قبل ما نتكلم في تفاصيل الرسم، كلمينا عن نفسك اكثر، سنه كم وكيف بدات تحبي الرسم وكيف اكتشفتي هذه الموهبه؟ عمري 10 سنوات، بديت الرسم عمري 6 سنوات. كنت قاعده ارسم بالمدرسه وقال البنات رسمك مره حلو، لما تجربين ترسمين رسمات حلوه؟ كنت قلت تمام. رجعت البيت رسمت وماما شافت اني عندي الموهبه، اختي وماما وبابا دعموني فيها وصرت ارسم لما وصلت كذا ما شاء الله. طب الجوهره
أول مبسوطة مرة فيكي مرة. لما تيجي ترسمي اللوحة أصلاً، أنت كيف تفكري؟ أنت تشوفي رسومات موجودة وتحب تروحي تقلديها، ولا أنت بتتخيلي الرسمة وبعد ما بتتخيليها بتقولي لبابا ولا الماما أحتاج هذه الأدوات؟ احكي لي بالضبط كيف ممكن الجوهرة تطلع لوحة حلوة. أول شيء إذا برسم أفكر قبلها بيوم عشان أجيب الأدوات. بعدين اليوم الثاني أقوم تبدأي بالرسم. إذا ما عندي بخيالي حاجة أروح الانستغرام أشوف صور أختار رسمة أطبقها. إيش الأشياء اللي تحبي ترسميها؟ أكثر شيء تحبي ترسميه؟ وجهي. بورتريه يعني؟ إيوه. يا هذا شيء صعب، ما هو شيء سهل. وإيش تاني كمان؟ تحبي إنه أشياء من وحي الخيال، ولا تحبي مثلا زي هذه الصور تحبي إنه لوحة لمنظر طبيعي خلينا نقول؟ أحب أرسم منظر طبيعي، أشياء كثير مثلاً أعرف أرسم قلم الرصاص، بالفحم، بالألوان الزيتية، الأكريليك. ما شاء الله. جوهرة أنت وين تعلمتي التقنيات هذه؟ يعني أفهم أن أنت ما شاء الله تبارك الله ممكن تكوني موهوبة، بس الفحم والألوان، الكانفاس، الورق، هذا كيف تعرفتي على الأشياء هذه؟ من نفسي. والله برافو، كيف؟ جربت أرسم يعني بالأول ما كنت أعرف إيش هذا وكذا، بس كنت أعرف إني هذه يعني أدوات للرسم، ما كنت أعرف إيش القماش، الألوان هذه ألوان أقلام فحم ولا لا، ما كنت أعرف. بعدين الحين عرفت. كيف عرفتي؟ هل مثلاً كانت المدرسة معاكي في المدرسة؟ هل بابا، هل ماما، هل أحد من إخوانك قال لك تعالي الجوهرة في هذه الأدوات ممكن ترسمي فيها؟ تعلمت قريب في الجمعية السعودية الفنون التشكيلية. هم اللي علموني الأستاذ حكيم. نوجه تحية طبعاً للأستاذ حكيم على هذه الموهبة الجميلة وعلى دعمه للجوهرة. فقولي لي كيف حصل الموضوع؟ هل جاك الأستاذ حكيم وقال لك تعالي الجوهرة أنا هعلمك؟ احكي لي هذه القصة. يعني بالتفصيل الممل ولا لا؟ لا مش بالتفصيل الممل. قولي لي كيف بدأت، وإذا بغت التفصيل الممل قوليها بالتفصيل الممل. يلا. أول شيء شفت كان في إيفنت دخل، رحت لأنا وماما، شفت الأستاذ حكيم وريت رسوماتي، أخذ رقم ماما، قال البنت هذه موهوبة، بعطيك مكان اللي هي الجمعية السعودية الفنون التشكيلية. كلم الدكتورة منال، قال في موهبة صغيرة عادي يعني أعطيها دعوة. قالت تمام. يوم رحت رسمت هناك، يوم شافتني الدكتورة منال قالت هذه لازم تعطيني على طول عضوية بالجمعية. إيه. عطتني، ويوم صرت كل أسبوعين كل أربعاء أروح وعلموني الفنانين اللي هناك هذا الأقمشة الكانفس وكذا، علموني كل حاجة. حلو، يعني تستاهلي هذه العضوية، وحلو إننا نهتم كذا بأطفالنا الموهوبين ونشجعهم ونعلمهم أكثر ونسقل هذه الموهبة. اليوم هو اليوم العالمي للطفل، ويعني كل سنة لازم نحتفل بأطفالنا. لو سألناك كيف ممكن أطفال العالم إنهم يتمتعوا بالسعادة أو يشعروا بالسعادة؟ أكثر حاجة ممكن تخلي الطفل سعيد تلبية طلباته من أمه، يعني الأم والأب يلبون طلبات الطفل. كمان الطفل يأخذ راحته في اللعب، من حقه أنه يلعب، من حقه أنه يروح المدرسة، من حقه أنه يعيش في بيئة فيها أمن وأمان. أنت بالنسبة لك كيف تشعري بالسعادة؟ إيش السعادة بالنسبة لك؟ بصراحة أكثر حاجة أحس فيه بسعادة لما أقول لماما مثلاً تجيب لي ألوان أو شيء كذا، تجيب لي على طول هذه وأرسم، هذه أكثر شيء تخليني سعيدة. الله. جوهرة أنت مرة جميلة على فكرة، شكلاً وأدباً وخلقاً، والله يبارك في الماما والبابا اللي طلع بنت مؤدبة وبهذا الزين. خليني أسألك الجوهرة على اللوحة اللي موجودة، أعتقد أنت قايلة أن هذه اللوحة أقرب شيء إلى قلبك صح؟ إيه. ليه؟ لأني رسمتها مع الفنانين، أول رسمة كذا كانت لي أني أرسم مع الفنانين لايف. ما كنتي خايفة وأنتي مع الفنانين كذا تقولي يا ربي كيف هسوي؟ لا، كنتي واثقة في نفسك. إيه. برافو. أنت كنتي أصغر عضو موجودة في الجمعية صح؟ إيه. هذا الشيء ما خلاك تقولين أنا يا ربي شلون بدخل مع الكبار، شلون برسم معاهم؟ دخلت عادي. كانت ماما معاكي؟ إيه. عندك مشاركات في لوحاتك؟ يعني شاركتي مثلا في معارض، الناس لما يشوفوا لوحاتك ايش يقولوا كمان؟ يوم شافوا عجبتهم قالوا ان رسوماتك اكبر من عمرك ما شاء الله ومن سنك.
الصراحة صادقين يعني ما شاء الله الموهبة موجودة، وشكرا للوالد والوالدة اللي كذا داعمينك وحابين يسقلوا هذه الموهبة الجميلة، ونتمنى بالفعل من كل الأهالي إنهم كذا يساعدوا أبنائهم، يشوف عندهم موهبة لا تطمسها، ساعدهم نمي هذه الموهبة. شوف طبعا بالفيديو في كمان رسومات حلوة ليك يا الجوهرة. انت ايش تبغى تصيري في المستقبل؟ هل تبغى تكملي بشكل احترافي في موضوع الرسم، ولا في بالك انك تسوي اشياء تانية بجانب الرسم كمان؟ حلمي اني اصير عالمة ان شاء الله يا رب، واني انمي موهبتي واصير رسامة عالمية في الوطن العربي باذن الله. باذن الله ما شاء الله تبارك الله. انا متأكدة باذن الله انك هتوصلي لهذا الشيء، لانك ما شاء الله واضح ان انت عندك اصرار. وكمان اللي عرفته ماما وبابا كمان رسامين صح؟ لا مش رسامين، انت بس اللي طالعه ترسمين. برافو عليك. طب انا هسالك، انت عندك احد من اصحابك كمان بيرسم، ولا انت الوحيده كمان في صحباتك؟ لا انا الوحيده بس اعلم صحباتي. برافو عليك. طيب انا هسالك الان، هل الرسم شتتك عن الدراسه؟ يعني هل انت ممكن تتركي المذاكره عشان والله جت في بالي لوحه اروح ارسمها؟ لا ابدا، لاني اهم شيء الدراسه. برافو عليك. الدراسة هي اللي بالمستقبل راح تخلي موهبتي اللي أنا أحبها تنتشر. يعني من جد إحنا فخورين فيك، وأهم شيء تنظيم الوقت، الواحد يسوي الهواية اللي يحبها أكيد وينمي هذه الهواية، وكمان إنه يكون شاطر في المدرسة. إحنا جدا فخورين فيك يا الجوهر، ومبسوطين إنك جيتي معنا اليوم. أنا كمان أأكد على كلام ريم، أنا مرة فخورة فيكي وباسمك وباسم كل الرسامات الصغار زيك. نشكر كمان الأستاذ حكيم والدكتورة منال صح؟ هم اللي دعموكي، ونشكر كمان الجمعية السعودية للفنانين صح؟ للفنون التشكيلية. شكرا الجوهرة انك معانا اليوم، شرفتينا ونورتينا، واحنا كنا كثير مبسوطين بإضافتك هذه. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم. بعد الفاصل بطل البلياردو خالد الغامدي في ضيافة سيدتي. في إنجاز سعودي جديد، تم تتويج البطل السعودي خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو لدرجة الناشئين في بطولة غرب آسيا للبلياردو وسنوكر والتي أقيمت بمدينة دبي. اليوم من خلال برنامج سيدتي نبارك له هذا الفوز، وأكيد راح يكون معنا عبر سكايب لاعب البلياردو خالد الغامدي. هلا وسهلا بك يا خالد. الله يحييك. في البداية طبعا أكيد نبارك لك هذا الفوز، ميدالية ذهبية على مستوى عالي، فهذا شيء جدا رائع ومشرف، وأكيد هذا أكيد فوز لينا إحنا كسعوديين. كلمنا عن حبك وشغفك للعبة البلياردو. أولا بدأ حبي وشغفي للعبة البلياردو يوم كان عمري 10 سنين، واكتشفت الشغف هذا وقدرت أطوره. حلو. طيب خالد أنا بسألك الآن، أنت قلت لما كان عمرك 10 سنين بدأ شغفك للبلياردو. خليني أطلع معك من فكرة أنك كنت حابب بتلعب بشكل هاوي إلى أن تنتقل إلى لاعب احترافي. متى حدثت هذه النقلة وكيف؟ حدثت لما كنت أروح صالة البلياردو مع والدي، وتبين خلالها لدى والدي تعلقي بهذه اللعبة، واهتم في موهبتي وسوى كل اللي يقدر عليه انه اتطور. الحمد لله يعني حققت انجاز كبير في هذه اللعبه. طيب حلو. بعدها كانت الخطوه اللي قررت فيها انك تلتحق بالاتحاد السعودي للبلياردو، كلمنا عن هذه الخطوه المهمه وقد ايش كنت تتمرن؟ يعني كان يمكن كنت تروح ويك اند، بس بعد كده اكيد اخذتها بشكل احترافي. اي يعني بدات تتضح موهبتي في هذه اللعبه، بعدها قررت الحق الاتحاد السعودي، كان لازم عشان الحق فيه ان اشارك بطولات رسميه واحقق يعني مستوى كبير يعني عشان اقدر اطلع بهذا المستوى، والحمد لله قدرت ادخل المنتخب السعودي للبلياردو. انت اصلا لما يعني تلتحق بالاتحاد السعودي للبلياردو يسووا لك اختبارات؟ يعني اكيد ما حيقبلوا اي احد يقول انا بعرف العب بلياردو.
اي بالضبط. ايوه فكلمنا كيف كانت الاجراءات الخطوات عشان تكون يعني عضو فيها؟ لازم اشارك بطولة رسمية ومثلا اوصل لدور الاربعة يعني من اول اربعة في البطولة. طيب خالد لو تحكي لي اكثر عن اجواء البطولة وفكرة المنافسة، كيف قدرت انك تعدي في مثل هذه الاجواء؟ كان كويس وشعور الانجاز كان قوي الحمد لله، يعني كنت اقدر على المسؤوليه اللي امثل وطني واحصل على انجازات زي هذه الانجازات اللي حققتها. ايوه بس ايش كنت متوقع؟ يعني كلمنا اكثر عن الاجواء، انت احنا بنتكلم على اسيا او غرب اسيا، يعني في دول كثير، يعني في منافسين كثير، يعني في اشياء مفاجات انت ما تتوقعها، يعني اكيد في اسماء ثانيه، في لعيبه كبار من كل دوله، اكيد في لاعب محترف، فانت اكيد في رهبه كنت عايشها يعني، فكلمنا عن هذه الاجواء، ايش كنت متوقع وهل كنت متخيل انك ممكن تفوز على كل المنافسين هذول؟ طبعا كانت الدول المشاركة قوية، كل دول غرب آسيا منهم إيران، كويت، إمارات، قطر، كانوا كل لاعبين أقوياء، الحمد لله يعني قدرت أن أنجز الحمد لله. طيب خالد إيش يعني لك أنك حصلت على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العرب؟ ما شاء الله الواحد اللي يأخذ ميدالية واحدة يفتخر فيها عمره كله، فما بالك بشخص حاصل على 3 ميداليات، إيش يعني لك هذا الموضوع؟ الحمد لله إنجاز رائع، تمكنت منه أن أحقق 3 ذهبيات في جميع المسابقات اللي شاركت فيها، وبإذن الله القادم أجمل وأفضل. القادم أجمل أكيد بإذن الله، ورح تمثلنا في بطولات عالمية. أبغى أسألك أكثر عن لعبة البلياردو أو السنوكر، أنا ما أعرف إذا كان هو نفس الشيء، نفس المصطلح، نفس اللعبة، ولا في فرق بيناتهم. إحنا بنشوف في مثلا بطولات تكون للمهارة، يعني بيكون التنافس فيها جدا صعب، في تركات، في حركات صعبة، في يعني هندسة في الموضوع، فهل لك مثلا مثل أعلى من الأبطال في هذه اللعبة أنت تتابعهم بتتعلم منهم، وهذه التركات أو خلينا نقول هذه الحيل اللي تستخدم في لعبة البلياردو ضروري إبرازها في المنافسات؟ طبعا أنت سألتني سؤال اللي هو في فرق بين لعبة البلياردو ولعبة السنوكر. لعبة البلياردو يعني حجم الطاولة 9 قدم وطريقتها غير لعبة السنوكر. لعبة السنوكر أعمق وأصعب. إيش الفرق بيناتهم يعني؟ البلياردو تعتبر هي تكون 15 كرة على حسب المسابقة اللي بتلعبيها، والسنوكر تكون 15 كرة لونها أحمر وست كور من لو مو ترتيب زي البلياردو. والسنوكر بيلعب شخص لحاله يتهيألي، والبلياردو بيكون منافسة بين 2 صح؟ لا السنوكر بين 2 والبلياردو بين 2، بس إنه طريقة الفوز بالشوط يكون غير وأصعب. طيب خالد خليني أسألك الآن، خلينا نترك الحاضر وإنجازات الحاضر ومتعة الحاضر، أروح معك للمستقبل، أنت إيش خطتك القادمة؟ ناوي على العالمية وإيش استعداداتك لها؟ طبعا طموحي في هذه اللعبة ما له حدود، ولكن عندي أهداف واضحة ومحددة، وأهدافي القادمة أن أكون بطل آسيا للناشئين، وبإذن الله أكون بطل عالم للناشئين، وبعدها ننتقل بأهداف أكبر وأجمل اللي هي الأولمبياد صح ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله. بس إن البلياردو الحين لسه ما حسبوها مع الأولمبياد لسه، بس إنها لها بطولة عالمية يتهيألي صح؟ إيه لها هي تكون بطولة عالم، وأنا الحمد لله في 2019 قدرت أحصد برونزية عالم ناشئ. ايوه خلينا نوقف إذن في هذا الموضوع بقى، يعني حصلت على البرونزية للنشأ 2019 حلو كلمنا عن هذه المشاركة، أنت بتقول العالم يعني بنتكلم على مستوى العالم يعني أوروبا وأمريكا وغيره يعني وآسيا وغيره، كلمنا عن هذه المشاركة أيضا. هذه المشاركة كانت مشاركة صعبة، كل دول العالم زي ما قلت كانوا مشاركين فيها، الحمد لله قدرت أحصد برونزية 3 هذه الميدالية. الله، هذه البرونزية على مستوى العالم للناشئين، وطبعا احنا بنشوف صورك ايضا بنعرضها
هذه طبعا من البطولة الأخيرة اللي شاركت فيها وحصلت على الذهبية ما شاء الله والكأس كده، يعني قديش تفتخر كده لما نشوف شبابنا ما شاء الله بيحترفوا في مجالات مختلفة وبيرفعوا راسنا في كل مكان. حمستني كثير يا خالد، لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، يعني ما شاء الله احترافية قوية في هذا الموضوع ولكنك ما زلت بتدرس صح؟ اي بالضبط. كيف بتوفق بين موضوع الدراسة والآن طبعا الاحترافية في البلياردو؟ طبعا لعبة البلياردو يعني صعب تفكر فيها إلا لو يعني تعطي وقت طويل لها، يعني في الرياضة هذا لازم تمرن بأوقات كثيرة أيام ورا بعض، لو ما تمرنت بينزل مستواي. والدراسة طبعا لازم أجتهد أكثر أنه يعني أطول فترة دراستي، يعني بالأوقات اللي ما يكون عندي فيها تمرين يعني زي أقول لك أعوض التمرين أو الدراسة. أنت الآن إيش بتدرس أو في صف كم؟ ثاني ثانوي. طيب يعني اختبارات، يعني احنا اخذين من وقتك واختبارات وبطولة، يعني ما شاء الله يديك العافية، احنا مبسوطين جدا بهذا الانجاز واكيد عشان كذا حبينا انك تكون معانا ونبارك لك ونبارك للوطن. صراحة جدا نفتخر بكم، اهم شيء انك تستمر وترفع راسنا ان شاء الله في بطولات عالمية قادمة يا خالد. بإذن الله. طبعا بس ابغى ازود حاجة اللي هي بإذن الله مستقبل مشرق لهذه اللعبة، وبدي ان أوقف وأتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر دكتور ناصر الشمري للخطوات الجميلة التي يقوم بها حاليا من أجل إدخال اللعبة للأندية الرياضية ونشر اللعبة بشكل كبير وإضافة العنصر النسائي للعبة، وكل هذه الخطوات سوف نجد ثمارها في القريب العاجل بإذن الله. خالد هسألك سؤال أخير، أنت الآن تقدمت بالشكر لدكتور ناصر وكمان إحنا نوجه له كمان تحية وشكر كبير، وخاصة لدخول العنصر النسائي في لعبة البلياردو، وإن شاء الله نرى كمان إنجازات نسائية في هذه اللعبة. هسألك سؤال تقليدي جدا دائما ما بيسألوه، ولكن أنا أرى أن السؤال أنا أحب هذا السؤال. أي إنسان بينجح ويتميز ويكون عنده ريادة بيحب يهدي هذا النجاح إلى شخص معين، أو بيقول أنا هذا النجاح يشعر فيه معي هذا الشخص، فمين هذا الشخص اللي مع خالد؟ والله هو مو شخص، أشخاص وناس كثيرة طبعا تعبوا معي من بدايتي في هذه اللعبة لين الوقت هذا اللي أنا وصلت فيه. أولهم أبوي عمر الغامدي اللي طول الوقت كان معي من بطولة لبطولة، يسافر معي على حسابه الشخصي طول الوقت، كان معي في البطولات والتمارين. ربي يوفقك يا خالد، وإن شاء الله تكون استضافتنا القادمة لك وإنت محقق بطولة على مستوى آسيا ويمكن على مستوى العالم، ويمكن نستضيف كمان معك زميلاتك من العنصر النسائي اللي هيكونوا أخذوا وأنجزوا أيضا في هذه البطولة. خالد الغامدي شكرا لتواجدك معنا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم. مشاهدينا موسم الرياض يسهر بالكثير من الفعاليات الرائعة، ولعل من آخرها فعالية شجرة السلام واللي هي من الفعاليات المجانية واللي أعلن عنها معالي المستشار. خلينا نشوف هذا التقرير لنتعرف أكثر عن هذه الفعالية الرائعة. والله الأجواء ما شاء الله مرة جميلة وحلوة وممتعة، يعني حتى الديكورات ما شاء الله فكرتها جميلة مريحة جاية متناسقة مع المكان. قسم الطيور ما شاء الله جايبين أنواع الطيور يعرفون الأطفال عليها، فشي حلو. منتزه السلام جامع كل الأسرة، شباب وأطفال وحتى الكبار، يعني في البحيرة نفس الشيء، في البوثات ما شاء الله مجمعين جميع البراندات، فشيء ممتاز جدا. أنا أحييهم صراحة على الاختيار. أنا جيت صراحة زرت المنتزه قبل 7 سنوات وجيتها الآن، الفرق شاسع، فرق 100%، الفرق صراحة شاسع مثل ما قلت لك، جدا وجميل، جميل ويستحق الزيارة. الحقيقة أنا جيت قبل كذا صار لي 6 سنوات من رواد منتزه السلام، كان ينقصوا الخدمات، كان ينقصوا الروح، كان ينقصوا السعادة. الآن أنا شايف في سعادة، في خدمات، في مطاعم، في فعاليات. أنا جيت اليوم الساعة 4، عادة بقعد 3 ساعات،
أنا صار لي 4 ساعات قاعد، 5 ساعات من 4 إلى 9، والله سعيد مش جاب علي أطلع، فبدي أغير مكاني أروح لأنه في فعالية جديدة هناك ما شفتها، بدي أروح أشوفها. أنا أشكر حقيقة القائمين بالخدمات لأن الشباب متعاونين جدا. ثانيا أشكر اللي قاموا بالتفكير والتنفيذ. أنا أول مرة حاجينها وما شفت إلا كل شيء حلو عندي المكان هذه اللي هنا زي البحر وما أدري إيش، هو اللي عندي حلو كثير. شكرا زميلنا مبارك على هذا التقرير الرائع، فعالية جميلة بالفعل، الدخول إليها مجانا وفيها الكثير من ورش العمل والبوثات والأكل والأشياء اللطيفة جدا، فمرة حلو إن الواحد يروح يقضي وقت مميز خصوصا في الأجواء الحلوة الباردة. أنت عاد تحب البرد يا لبنى؟ أنا طبعا من عشاق البرد جدا وأحب وأستمتع بالبرد. ترى ممكن نروح بدري، ترى هي مفتوحة من بدري وهذا أنا الشيء لما قال الموضوع. أنا جاي من العصر أنا استخيلت الأجواء أي. فأجواء العصريات في مثل هذا المكان جدا جدا جميلة. وأنا من النوع اللي أحب الأماكن هذه اللي فيها بساطة، فيها بالزبط. عفوية، تجلسي كذا تفرشي فرشتك وتحطي دلة القهوة ودلة الشاي، أجواء أنا حلوة هذه. أيوة، وتشوفي الناس وأطفالك يلعبوا من هنا وتشوفي هذا وتسلمي على هذا وتسلمي على هذا، أنا أستمتع جدا. أنا أتذكر أني أنا رحت هذا المنتزه يمكن من سنين فاتت، كنت في زيارة عابرة للرياض وشفته، حمسوني الناس وحمسوني كثير في تعليقاتهم أنه تغير جدا، فأنا حابة فعلا أزوره. أحب الأماكن اللي فيها بحيرات، فأعتقد أن هي يمكن تكون تجربة جدا جدا ممتازة، وأتوقع أن اللي عندهم أطفال بيكون لهم خيار رقم واحد. رقم واحد أكيد. أنا أكثر شيء جذبني الأكل، شوفي مع البرد والأجواء الباردة حلو لما تروحي حديقة لا تجيبي أغراضك معاكي، تدخلي وتلاقي كل شيء موجودة، هذا شيء مرة حلو. وحلو شفنا كمان صور إنه كيف الأكل يتحضر قدامك وكذا، فهذا شيء مرة حلو. فعاليات كثير مجانية موجودة، يمكن هذه واحدة من أبرزها، شجرة السلام، سوق المزارعين جدا رائع، مفتوح كل يوم سبت من الساعة 9 الصباح. رحتي؟ لسه، بس لأني بستني ماما تجي بالسلامة فرح نروح مع بعض. مرة حلو إنه المزارعين كمان يعرضوا كل منتجات هم في سوق واحد في منطقة واحدة، وكثير فعاليات مجانية زي كذا. بس أدخلوا على الموقع الرسمي لموسم الرياض تخيل، راح تلاقوا كل الفعاليات اللي تهم كل أفراد العائلة. أنا أقول لكل الناس الآن لا تفوتوا الرياض يا جماعة، صح، من كل المناطق لا تفوتوا الرياض، الرياض الآن تزهر، فإذا ما قدرت تجيها الآن راجع نفسك. خليني أنتقل من الرياض ونطلع على منطقة أخرى. كل منا يعرف عن ورد المدينة المنورة وورد الطائف، لكن خليني أقول لكم أنه اليوم أصبح هناك ورد يزرع في الأحساء باسم الورد الأحسائي. ما هي صفاته وما هي ألوانه؟ من أرض الزراعة نتابع التقرير مع زميلنا حسين الحميدان. عشرين سنة إلى 18 سنة عندنا موجود الورد، يصلح الحق الشاي، يصلح الحق الحلويات، يصلح الحق اللي هو كل حاجة يصلح له، زينة نسوي إحنا فينا، يمكن إذا استقبلوا ناس نسوي لهم أطواق من ورد، نسوي أطواق لهم، أطواق اللي هي سورات اللي هي فوق شو اسمه الراس تاج، نسوي لهم ورد ومشمول. أقلم الورد هذا مثلا، أقلم هذه كلها المساحة يطلع الورد، يبتدي الورد أقلم الثاني على أساس الورد يصير طول السنة موجود. يعني تجي مزرعة سياحية، تجي إذا قلمتها في مرة واحدة، جيت لي أنت أو جي لي غيرك السائح ما شاف ورد، قال وين الورد اللي تقول أنت طول السنة حامل؟ فأنا أسوي أجزاء. الورد إذا بغنا هذا نسويه ماي ورد، نشيل الأوراق هذه على ورقة ونحطها في ماي، لحطناها في ماي مقدار نهرين،
يصير الماي ماي ورد. واحنا نسويه طبعا نسويه ماي ورد، نسوي ماي ورد، بس فالحين العطور يمكن في المستقبل ان شاء الله بنسوي عطور دهن ورد. يا لب الحسا وأهل الحسا وإبداع الحسا وإنجاز الحسا، وأنا أقول الحساوية والله دائما ما خلوا شيء إلا وأبدعوا فيه. أي والله، يعني الجميل، أنا مرة وحشتني اللهجة الحساوية قسم بالله، والرجال يتكلم رائعين أهل الحسا وحبابين أهل الحسا. ولازم يا جماعة كمان أنتوني أقول لكم شوية، لا تفوتوا الرياض كمان، لا تفوتوا الحسا. والله الحسا صراحة بنتعرف على أهلها والأشياء الحلوة اللي فيها عن طريق مراسلين هناك، صراحة يديهم مرة ألف عافية، مرة تقارير رائعة وجميلة، وبيورونا قد إيش المنطقة حلوة وبأهلها وبكل شيء فيها. يعني مرة ثانية تحية كبيرة للحسا وأهل الحسا، وحشتوني أقول لكم. مشاهدينا خلوني كذا آخذ فاصل سريع وأرجع لكم. بعد الفاصل، هل يساهم الخيال في تطوير الذات والإبداع؟ يعتبر الخيال محرك ومدعم للحواس الخمس، ويقول المؤلف جورج برنارد: الخيال هو بداية الإبداع، إنك تتخيل ما ترغب فيه وترغب فيما تتخيله وأخيرا تصنع ما ترغب فيه. ولكن هل يساهم الخيال في تطوير الذات؟ وإيش علاقة الخيال في الذكاء العاطفي بين الزوجين؟ اليوم معنا ضيفتنا في الاستوديو حصة العلي، راح تكلمنا أكثر عن دور الخيال في تطوير الذات. حصة أهلا وسهلا. دائما يقول لك تخيل الشيء اللي تبغاه، وعطونا ان للخيال قدره سحريه فان احنا نجذب ونتمنى ونحقق و الان انت جاي تتكلم من معانا اليوم ان الخيال قد يساهم في تطوير الذات، معناته قدره الخيال حقيقيه؟ في الحقيقه الحقيقه صادمه، انه اي شيء اليوم احنا عايشينه ماديا في البدايه كان خيال. فانه الخيال هو اساس كل شيء، لكن اللي إحنا ما ندركه وغالباً أشخاص كثير ما يدركونه، خاصة مع تطوير الذات وبعض التمارين اللي هي نعتمد فيها على الخيال، الأشخاص يستسخفونها، لأن إحنا تعودنا على الأشياء المادية، أنه أنا علشان أقتنع لازم يكون في شيء مادي علشان أقتنع أنه حقيقة وواقع. فلكن في الواقع أنه أي شيء أصبح حقيقة وأي شيء مادي الآن هو في البداية كان خيال. يعني مثلا الطاولة اللي قدامي الآن في البداية كانت خيال في ذهن المصمم، صح؟ فتخيلها، صممها، وبعدين صنعها. نعم. فكل شيء في البداية كان خيال، وهذه هي النقطة المهمة اللي كثير من الأشخاص ما يدركونها. وأيضا واقعنا اليوم هو أساسا كان خيالنا أمس، فإذا تبتعرف مستقبلك شوف خيالك اليوم عبارة عن إيش، فهذا هو مستقبلك. يعني صراحة المبدأ عميق جدا يا حصة، لكن كيف ممكن إني أوظف هذا الخيال لتنمية ذاتي؟ أكون أول شيء مدركة لأفكاري، مدركة لخيالي، مدركة للأشياء اللي قاعدة تعزز لي هذا الخيال. وهنا نرجع لمبدأ المعتقدات والمشاعر اللي هي أساسا تعكس الشيء الداخلي اللي أنا أمتلكه. فأكيد في البداية أنا أحتاج أراقب نفسي وأنتبه أنا وش قاعدة أتخيل، وش اللي في ذهني. مثلاً لما أنا أقدم على شيء، غالباً أغلب الأشخاص مثلاً يكون عندهم المخاوف أعلى، فيبدأ يعتقد أو يتخيل أسوأ الأشياء، فبالتالي إما أن يكون طريقة غير ميسر معقد، أو أنه يحدث بعدين يقول أنا كنت متوقع وأنا حسيت، فصنعناه في البداية بالخيال. وهنا من المهم بما أن إحنا نتكلم عن الخيال أن إحنا ندرك حقيقة الخيال وواقعة، بحيث أنه إحنا ننتبه لهذا الموضوع، كذلك نوظفه في حياتنا ونوظفه في الشيء اللي إحنا نستفيد منه. حصة تسمحي لي أفضفض لك؟ طبعا حياك. أنا من الناس اللي ما عرفت أخذ موقف تجاه الخيال، أحتاجه في حياتي، لأن أنا من الأشخاص المتأملين ويبغى مستقبل رائع حلو ومجال جميل، فدائماً ما أخيط في خيالي كل شيء أنا أتمناه أو أسعاله أو أشوف نفسي فيه. حلو.
لكن أعتقد أن من سلبيات الواقع أنه من سلبيات الخيال أنه بيسحبك من الواقع خاصة الناس اللي تنغمس كثير وتصدق، يعني يقول لك كذب الكذبة وصدقها، هذا كمان جزء من الخيال. فأحيانا بتنعكس على سلوكنا بشكل سلبي في واقعنا لأن صنعنا خيال عزلنا. هل هذه من الأثار الجانبية للخيال مثلا؟ هذا ممكن نصنفه خيال سلبي أو الجانب السلبي من الخيال، وهنا إحنا لازم نفهم إيش الخيال وإيش الخيال الإيجابي اللي حيقودنا أصلا للواقع اللي إحنا نبغاه. كثير أشخاص منفصلين عن الواقع تماما، فهو يعيش عالم موازي في خياله، لكن اللي يعزز هذا العالم الموازي هو شعوره. فهو مثلا زي اللي يبغى يهرب من واقعه يقوم يتخيل، وهو في خياله يؤكد على نفسه أن واقعه سيء، فهذا يعزز الواقع. فمن أهم أساسيات الخيال شعوري ومعتقداتي، إني لما أتخيل شيء يوازيه الشعور والمعتقد أني أنا قادرة أوصل لهذا الشيء، هذا هو أساس وقود الطريق. يعني مو بس أني أنا أجلس وأتخيل بعدين فتح عيني وقول ما صار شيء معناته كلامكم مو صحيح، لا، اللي صار أنه أنا لما تخيلت عززت مشاعر معاكسة لهذا الخيال، بالتالي الواقع صار هو مشاعري وليس الخيال. فالوقود هو الشعور وليس الخيال. كذلك نقطة مهمة، العقل ما يميز بين الحقيقة اللي يشوفها وبين اللي يصورها العقل. العقل خاصة اللاواعي اللي هو أساسا حياتنا قائمة عليه ومشاعرنا قائمة عليه. فأنا لما أتخيل نفس لما أشوف، العقل يصدق كل الصورتين تماما. فهنا المهم أني أنا أعزز هذه الصورة بالشعور، لأن اللي حيغذي هذه الصورة الشعور اللي حتتبرمج أساسا عندي في اللاوعي. فحيكون زي الملف عندي، هذا الشعور مثلا خوف بهذه الصورة، فبالتالي بما أنه مثلا أنا يعني عندي حلم مرة وردي، لكن وأنا أحلم لأني خايفة من الواقع أنا قاعدة أحلم فيه، فصار الملف هذا شعوره خوف. عقل اللاوعي كيف يتعامل معه؟ يحاول يحميني من هذا الواقع فيعاكس النتيجة تماما، لأن الشعور خوف. لكن لما يكون الشعور حب وأنا أتخيله، فالعقل حيقودني له اللاوعي، لأن مهمة عقل اللاوعي هو حمايتنا. فأنا مهم لما أنا أعطيه صورة أعطيه الشعور اللي أنا أحتاجه، إن كان خوف عشان يحميني أو حب عشان يقودني لهذه الصورة. خطير الكلام والله، موضوع عميق وأنت تتكلمي يعني قاعدة أحاول أني أجربه على نفسي. أحياناً إحنا لما نحلم أو نتخيل أشياء مرة صعبة ونعرف إنها على أرض الواقع مستحيل، كمنصب، كوظيفة، كأي حاجة يعني، هل هذا صح؟ يعني وشلون؟ إنه أنت لما تتخيلين الشيء هو مستحيل بس تتخيلينه؟ أيوة، إنه أنا وصلت له وأنا راح أوصل له وأنا أبغاه. إذا كان شعورك يغلب الحب وليس الخوف أو المستحيل، فإيه راح توصلين، وهذا صار معنا كلنا. لاحظوا الأشخاص، في كثير أشخاص لما يصلون إلى درجة نجاح لما يطلع مثلا في أي لقاء يقول أنا كنت دائما من لما كنت صغيرة أو بفترة من الفترات أشوف نفسي في هذا المكان لحد ما وصلت لهذا المكان. لما الواحد يتخيل صح رح يوصل. لما أنا أبدأ أتخيل أنه أي أنا رح أوصل هذا المكان بدون ما أرسم الطريق، بدون ما أتذكر المعوقات، بدون ما أخوف نفسي، بدون ما أتذكر أنه فيه اللي بيوقف بوجهي وما معي الشيء اللي حيقودني، ما عندي المقومات ولا عندي في صعوبات وفي الحواجز اللي بتجي اللي حتلغي هذه الصورة كلها من خيالي أو اللي حتنهي هذه البرمجة كلها، أتخيل بس أني أنا وصلت وانتهينا، وحيغمرني مشاعر حب وأنا خلاص وصلت. فبالتالي العقل رح يتبرمج، حتلاقي نفسك واصل لأن خلاص الشعور نشأ. من اللحظة اللي ينشأ الشعور خلاص هو واقعك. سبحان الله، سبحانه وتعالى اللي يقول في أنفسكم أفلا تتدبرون. صحيح. خليني أجيك، أنت قاعدة تتكلمي وأنا قاعدة خيالي يتحرك. في ديننا الإسلامي يقول لك أدعو الله وأنت ميقن بالإجابة، وهذا يمكن يطابق كلامك أنه أشعر واطمئن وحب. أعتقد أنه إحنا في، خليني هسألك سؤال الآن تنفيذي. لما أقول للناس تخيلوا، هي الفكرة أني أنا أمدد على السرير كذا وأقعد أتخيل أنا مذيعة مشهورة جدا، أنا مذيعة مشهورة جدا، ولا الفكرة أني أجلس أحط الهدف، أمسك ورقة وقلم وأرسم إحنا بنتلخبط في ديناميكية الخيال. صحيح. هل هي صورة في ذهني؟ هل هو حديث منطوق أحدث نفسي فيه؟ هل هي سجدة؟ هل هي إيمان؟ هل هو سعي؟ إيش نقصد بالخيال؟ أعطيني استراتيجية التطبيق.
استراتيجية التطبيق مع الخيال ممكن أول خطوة إحنا نخطوها تجاه أي هدف هو الخيال، لكن الخيال الحالة وأنا جالسة وقاعدة أتخيل، إذا الشعور اللي أنا أنشأته مع هذا الخيال ما حركني معناته أنا ما سويت ولا شيء. يعني إيش يحركني؟ يعني خلاص اليوم أنا مثلا تخيلت أني أنا أكون مذيعة مثلا، جلست أتخيل، المفروض الشعور يحركني بكرة أبدأ أطلع، أبدأ مثلا أحتاج دورة أحضرها، أحتاج أشوف الخطوات تبدأ الأبواب تنفتح، فأبدأ أسعى، أبدأ أنا أدرب نفسي أشوف المذيع مثلا إيش تحتاج، إيش تحتاج مهارات، إيش تحتاج مقومات مثلا عشان أكون مذيعة، بعدين ممكن أحتاج كورس ولا أحتاج دورة، فأقوم أسعى تجاه هذا الهدف. هذا السعي لازم يكون مرافق لشعور حب واطمئنان تجاه هذا الخيال عشان في النهاية يصل إلى أرض الواقع. تمام، وهذا برضو ذكرنا في التأمل، في كثير أشخاص التأمل الخيال فيه أداة من الأدوات. فأحيانا جلسات التأمل هي عبارة عن خيال، فإحنا قاعدين نبرمج العقل اللاوعي علشان إحنا ننشئ شعور جديد أو ننشئ حقيقة أو معتقد جديد. فكثير أشخاص يقولون يعني إيش الفائدة مثلا تيجي تضحك عليه وتقول تخيل كذا تخيل، لا الواقع مو كذا. فإحنا في التأمل نستخدم تكنيك أو أداة الخيال حتى نبدأ ننشئ هذه البذرة، بعدها اسعى وطبق. لكن أنا أجي أشتغل عليك تأمل أشتغل عليك تأمل بعدين تقوم وترجع لنفس ما كنت عليه، ما سوينا ولا شيء ولا كأن فعلنا يعني ولا شيء. فهي اللي يعزز الخيال الخطوة اللي تليها. الخيال الخصب اللي دائما نسمع عنه، كيف ممكن إننا نعود نفسنا أو نمرن نفسنا عشان نحصل على مهارة الخيال الخصب؟ اللي هو كلنا نتخيل، ما في أحد ما يتخيل، كلنا نتخيل، لكن هي توجهات. وغالبا عشان تعرف أنت توجهك، في أشخاص يقول أنا ما أتخيل، لا كلنا نتخيل، نتخيل بس إنه يربطنا الواقع، يعني أنا أتخيل بس أتخيل على قد الواقعية اللي أنا عايشة فيها. إيه، فالواحد يساعد نفسه أنه يفك من هذه البرمجة اللي نشأت بناء على المجتمع أو البيئة اللي هو محيط فيها. فهو يفك هذه البرمجة، يساعد نفسه، يبدأ مثلا يقرأ كتب، يحضر دورات، يشوف، يسمع لمتحدثين تحفيزيين أو ناس يعني معروف عنهم هذا الخيال. فنبدأ إحنا نساعد أنفسنا، إحنا نطلع من هذا الصندوق اللي إحنا دخلنا أنفسنا فيه وسكرنا علينا. ولا كل أحد قادر أنه يتخيل خيال لا محدود. طيب حصة، خليني هاخذك على أنا متأكدة الآن يمكن 90% من النساء اللي شاهدونا هيسألوا هذا السؤال، واسمحي لي هطيل في شرحي عشان أوصل لك النقطة بالضبط. تمام. المرأة أو الرجل وفي العلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية الآن وحبكة الخيال، يعني الآن اللي تيجي تقول لك أنا هدخل على حياة زوجية، هل أضلني أتخيل؟ كيف أستخدم الخيال في أني أصنع حياة زوجية صحيحة؟ أو خليني أخذك للنقطة الأخرى، أنا في علاقة وفشلت وأحتاج أني أعمل ريفريش، أحتاج أني أعيد هذا الشخص إلى حياتي، هل أنا هعمل طقوس الخيال فيرجع؟ الخيال في هذه المنطقة معزز مفاعل ولا هو ضرب من ضروب الجنون؟ طبعا نرجع للفكرة الأولى اللي هو الخيال بناء على الشعور. نجي للفكرة الثانية اللي هو مثلا اللي تتخيل شريك الحياة أو الخيال اللي هما قبل الارتباط، بعدين لما ترتبط تقول تفاجأت، انصدمت، أنا كنت متوقعة شيء. إحنا نرجع للفكرة الأساسية اللي هي الاستعداد برضو. إيش المشكلة اللي يصير خاصة في العلاقات الزوجية قبل الارتباط؟ إن الوحدة الزوج أو الزوجة بشكل عام لما يتخيلون دائما يتخيلون الطرف الثاني، فهم مو عارفين، مو قاعدين يتخيلون نفسهم أو دورهم. مثلا أنا لما أتخيل حياتي بعد الزواج أنا ماني قاعدة أتخيل دوري أنا كزوجة، فبالتالي أنا أبدا مو مستعدة، فأنا أقعد أتخيل دور الزوج فقط. فهذا اللي لما أدخل أنا بتوقعات الزوج بدون ما أقوم بدوري، وهذه هنا ترجعنا لنقطة الاستعداد، أنه أنا صحيح من الجيد جدا أني أنا أحط آمالي وأتخيل وأتفائل في الارتباط وفي الزواج، لكن ما أنسى ما أتجاهل الاستعداد. فلما أجي أتخيل أنا دوري كزوجة، وأنا أعرف إيش حقوقي والرجل إيش اللي يحتاج مني. فأنا لما أتخيل دوري الحقيقي كزوجة وقاعدة أعطي الزوج الشيء اللي هو يحتاجه مني وشعوري حب، فبالتالي خيالي حيكون مطابق للواقع لا محالة. لكن اللي يصير الخيال سلبي. وفي العملية الأخرى اللي طلقت وقالت لك أنا انفصلت وأحتاج أمسك العصا السحرية حقت الخيال،
عشان يرجع لي. هذه للأسف تجي الأسئلة كثير، يقول لك أنا الآن كيف ممكن أتخيل أن العلاقة هذه ترجع زي أول؟ هل خيالها لما توظفوا لعودة العلاقة مش أحسن أنها توظفوا لنفسها؟ هذا أساساً من البداية خيال سلبي. ليش؟ لأنه ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن تعلق. صح. وإيش جذر التعلق؟ غالباً خوف. فبالعكس كذا حتبعد أكثر وحينفر أكثر وحيكون مستحيل وجوده في حياتها. لازم تفك التعلق، وإذا بيرجع يرجع يعني. ذكرتي نقطة جدا خطيرة، التعلق. ودائما ما يسأل كيف كيف أشخص نفسي أني متعلق وكيف أفك التعلق عشان أقدر أمارس خيال صحي. التعلق أساسا تبرمجه مشاعرنا، التعلق مرتبط جدا بالخوف. فأنا أجي أكتب الأشياء عشان لو أبغى أشخص أكتب الأشياء المهمة في حياتي، بعدين أتخيل أني فقدتها. لما أشعر بخوف أو ذعر أعرف أني أنا متعلقة. بعدين أجي هنا أسأل نفسي، طيب إيه أنا خايفة من إيش؟ وإذا فقدتها إيش اللي حيصير؟ غالباً الأشخاص المتعلقين بالأشياء أو بالأشخاص رابطين الشخص أو المادة الشيء بقيمة مهمة عندهم. مثلاً أنا أجي أربط قيمة المال بشخص، فأخاف أني أفقد زوجي لأن راح أفقد المال معه، أو راح أفقد الأمان معه. أخاف أفقد مثلاً أمي وأبوي لأني راح أفقد الأمان معهم. فأجي أنا أربط الأشخاص أو أربط الأشياء زي الوظيفة، المال، الشهرة، أربطهم بقيم العليا. فهنا أحتاج أني أنا أعرف الجذر علشان أشوف إيش هي قيمة وأبدأ أفصلها عن هذه الأشياء المادية، إن كانوا أشياء أو أشخاص. ما شاء الله عليك يا حصة، يعني أنت بتفتحي مداركنا الحاجات إحنا كنا نعتقد إنها ما هي ضرورية ولا هي لازمة في حياتنا. علاقة الذكاء بالخيال، هل هناك علاقة؟ هل بالفعل ممكن للخيال أن يزيد من ذكائنا، خصوصا الذكاء الاجتماعي؟ الخيال يعزز. ليه؟ لأن الشخص اللي خياله خصب واللي يتخيل كثير ومشاعره جيدة مع الخيال حيكون واقع ذكي. يعني مثلا إذا جينا نتكلم عن الذكاء العاطفي، نعم. الشخص لما مثلا يعرف أنه بينه وبين مديرة مشكلة، فقبل ما ينام يتخيل كيف هو راح يراضي مديره، كيف راح يطيب خاطره، فينام أول ما يدخل يعني على دوامه ويصبح على مديره طيب خاطر مديره، لأن خياله خصب واستغله في شيء يفيده حتى في علاقاته. فكل ما كان الشخص خياله خصب وإيجابي، يعني يتبع شعور إيجابي، كل ما كانت نتائجه سواء في الجانب العلمي المهني أو حتى الاجتماعي ممتاز جدا. حصة أنت قاعدة تتكلمي وأنا عندي أسئلة مرة كثير صراحة، مرة كثير. الخيال وجه لعملة الشعور، تمام. يعني لن يحقق شيء ولن أتحرك بخيال دون شعور، تمام. هناك شعور سلبي وهناك شعور إيجابي. سلبي بيوصلني إلى نتيجة سلبية والإيجابي بيوصلني للنتيجة. كيف أقدر أدير الحالة الشعورية قبل الدخول في مرحلة الخيال؟ أنت تفضلتي من شوية قلتي إذا كان الشعور خوف فأنا ما هحقق النتائج، إذا كان شعوري تجاه الهدف حب مع خيال فأنا ماشي في طريق الصحيح. خليني أخذك خطوة لورا قبل الاستعداد الآن للخيال، كيف أدير حالتي الشعورية؟ بحسب درجتها، مثلا إذا كان خوف، إذا كان درجة الخوف عالية أحتاج أنا أهدئ الخوف عندي، بعدين أبدأ بمرحلة الخيال. يعني لما أدخل أبغى أتخيل الآن أني أنا تحررت مثلا من خوفي من المرتفعات، فكل ما أتخيل مثلاً أنا فوق جبل بتطلع حالة الشعور والخوف والذعر، لا، لكن أنا أبغى أخفف من هذه الدرجة، يمكن ما على طول أوصل للخيال اللي أنا مرة اللي أبغاه اللي يصاحب مع شعور خوف أو مثلاً شعور مثلاً كراهية أحياناً يكون أنه لأني أكره دوامي أقعد أتخيل أني أنا انتقلت لدوام جديد. فأنا أحاول أخذ الموضوع درجة درجة بحيث أني أخفف من شعوري هذا، إن كان كراهية أو حقد أو غل أو غضب، أي شعور سلبي. فأخذ الموضوع درجة درجة بحيث أنه أنا أول شيء كخطوة أولى أتخيل الخيال اللي ما يصاحب هذا الشعور. يعني مثلاً إذا جينا نتكلم عن المرتفعات، فأتخيل أنا في الطابق الأول وعادي ومبسوطة وفي كل الأشياء حواليني جداً جميلة بدون ما أتخيل أنه تحت، بعدين أطلع طابق الثاني ونفس الشيء، وكأني أخذ نفسي درجة درجة وأنا قاعدة أخفض شعور الخوف وأرفع بالتزامن مع مشاعر الحب. وهذا يجي مع أي شيء إحنا نبغى نعزه داخلنا كخيال إيجابي. والله الخيال الإيجابي طلع حاجة مهمة وأساسية ولازم كل إنسان يمارسه عشان يوصل لأهدافه ويعيش بسعادة أيضا. حصة العلي، شكرا لوجودك معنا، فقرة كانت جدا مميزة وممتعة، شكرا لك. شكرا لكم، حياكم.
مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. مشاهدينا ننتقل الآن لقصة نجاح شاب من تبوك يحول طبق المنسف التقليدي الذي تشتهر به مدينة تبوك إلى وجبة سريعة، ويتم تقديم هذا الطبق بطريقة عصرية عبر الفود تراك. نتابع التقرير التالي. الفكرة كانت جميلة وصار في إقبال كبير، يعني لأن المنسف كان يقدم مناسبات كبيرة. الهدف من فكرة المشروع هي أكلة تقليدية تقدم بشكل حديث يعني للزبائن، وللاستمتاع بمذاق النكهة المشبعة والتي الحمد لله نحصل عليها إقبال كبير، واللهم لك الحمد، فيها عائد ربحي كثير وفيها زبائن جدد بشكل مستجد. يعني المنسف يعتمد بالشكل الأول على اللحم الطازج اليومي، فإحنا نحضر اللحم النعيمي طازج بشكل يومي، كم تقطيعه ترتيبه، ونضيف عليه بعض النكهات مع اللحم ومع المرق، إضافة إلى بعض النكهات تضاف مع الجميد، وهذه تعتبر أو تكمن في سر المهنة، يفرق عن المذاقات الأخرى. يعني هذا أحلى منسف وقدكته في كل مكان، لكن كلها غير طعم، إلا هذا أحلى طعم. تحضيره يبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة تقريبا 3:30 عصرا أو الرابعة. يعني طبعا معي الوالدة تساعدني، مسي عليها أم محمد، وتساعدني من البداية يعني إلى نهاية التحضير طبعا كل يوم. والله الفكرة كنت أنا في الاستراحة، يعني نعمل وجبة بشكل يومي، كل شخص يعمل وجبة، فكان أنا اللي مستوحى عندي المنسف، فجت الفكرة أني أفتح مشروع ولكن يكون فود ترك بعكس ما يكون محل ثابت، بحيث أنه يكون الزبون لما يجي يطلب في السيارة ما يتأخر أو ينزل. فالحمد لله يعني حصلنا إقبال كبير، فتحنا قبل سنة وهذا الفرع الثالث، وإن شاء الله مستقبلا الأسبوع القادم في فرعنا قادم في محافظة تبوك. اشتهيت اكل منسف. فاحنا خلاص بما ان احنا وصلنا الى ختام حلقتنا، اعتقد ريم نلتقي على منسف اكيد بعد الحلقه. طبعا مشاهدينا نذكركم في نهايه حلقتنا باستفتاء برنامج سيدتي، وسؤالنا لكم اللي لازم تتفاعلوا معنا فيه على منصاتنا في التواصل الاجتماعي: ايش السبب اللي ممكن يمنعك من ممارسه الرياضه؟ ما هو السبب اللي يخليك تمتنع عن ممارسة الرياضة؟ جاوبونا على هاشتاج استفتاء برنامج سيدتي، راح نتكلم أكيد بكرة عن هذا السؤال وإجاباتكم عليه. شكرا ريم على هذه الحلقة، شكرا مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله.